من صاحت يا حيدر والكسور بيها ها من صاحت يا حيدر والكسور بيها يشاهدها علي ويسمع بواجيها صاحت يا حامي تخيله صوت وقلب مجمور عني الحصل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الإله على ابن آمنة الذي جاءت به سبط العظام كريمة يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. لله مما قد برى صفوة وصفوة الخلق بنو هاشم وصفوة الصفوة من بينهم محمد النور أبو القاسم. حي البطولة والكرامة والإباء حي البطولة والكرامة والإباء إن كنت يممت العقيلة زينبا والثمثر القبر مطهر مذ حوى شمسا لآل محمد لم تغربا. أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر مذ قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر والخال بخدك أم مسك نقضت به الورد الأحمر أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر عجبا من جمرته تذكو وبها لا يحترق العنبر يا من تبدو لي وفرته في صبح محياه الأزهر فأجن به بالليل إذا يغشى والصبح إذا أسفر هل يبدو لذي طرب غنى أو يبدو لذي نسك كبر أمنت هوى بنبوته وبعينيه سحر يؤثر يا من قد آثر هجراني
وعلي بلقيا مستثر. أقسمت عليك بما أولتك النظرة من حسن المنظر، وبلؤلؤ مبسمك المنظوم، ولؤلؤ دمعي إذ ينثر. أن تترك هذا الهجر فليس يليق بمثلي أن يهجر. بكر للسكر قبيل الفجر، فصفو الدهر لمن بكر. هذا عملي فاسلك سبلي، إن كنت تقر على المنكر سودت صحيفة أعمالي، ووكلت الأمر إلى حيدر. سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر. ألا زر بقعة بالشام طابت، لزينب بضعة لأبي ترابي، وقل للزائرين أن ادخلوها تكونوا آمنين من العذاب. في هذه الذكرى السعيدة، الذكرى الميمونة لميلاد عقيلة الطالبيين السيدة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، لابد لنا في مقدمة الحديث من أن نتناول بعض الروافد الذي شكلت هذه الشخصية المباركة. إجمالا، تتحدد شخصية الإنسان، تتحدد معالم الشخصية، وتنعكس تشكيلاتها على سلوك الإنسان من خلال مجموعة من الروافد والعوامل، من أبرزها عوامل وقوانين الوراثة والبيئة والتربية. نتوغل لالتقاط بعض الشذرات من حياة السيدة زينب من خلال هذا المدخل. أولاً، الوراثة. يعرفها الأخصائيون في علم الوراثة أنها مشابهة الفرع لأصله، يعني الصفات الموجودة عند الآباء تنتقل إلى الأبناء، سواء كانت صفات جسدية أو صفات نفسية. وقوانين الوراثة من القوانين المعقدة الشائكة، ليس شرطاً إلا أن تنتقل هذه الصفات من الأب المباشر، إنما هذا الطفل أو هذا الجنين قد يتأثر بآبائه الذين كانوا يعيشون قبل آلاف السنين. هكذا يؤكد الأخصائيون في علم الوراثة. وقد يتصور البعض بأن علم الوراثة من العلوم المكتشفة حديثاً، من المبتكرات الحديثة التي اكتشفها العلماء المعاصرون. والحال، إذا رجعنا إلى أصالتنا وإلى فطرتنا وإلى تراثنا وإلى دستورنا اللي هو القرآن، نجد أن الوثائق
والمستمسكات والمستندات الدينية على صعيد القرآن، على صعيد الأحاديث النبوية الشريفة، أشارت بطريق وبآخر إلى علم الوراثة. نقرأ في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الأحاديث النبوية الشريفة ماذا تقول في هذا السياق؟ اختاروا لنطفكم فإن العرق بساس، تخيروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين. هذه وثائق مستمسكات دينية تدعو الإنسان المقبل على تأسيس العش الزوجي، على بناء الأسرة التي تشكل الخلية الأولى التي تبني المجتمع، والتي يحرص الدين حرصا بالغا على تأسيسها وبنائها بناء سليما وصحيحا ومتقنا، لئلا يتسرب الفساد إليها ومن ثم يتسرب الفساد إلى المجتمع، لأنه إذا فسدت الأسرة فسد المجتمع تماما. يعني ينتشر ويتسرب الفساد من الأسرة إلى قطاعات المجتمع المختلفة. ولذلك الدين يحرص أشد الحرص على أن تكون بناء الأسرة على أن يكون بناء سليم. بتعبير آخر، يعني لا يتسرع الإنسان ولا ينخدع بالبريق. الحديث الشريف الذي يقول إياكم وخضراء الدمن، قيل يا رسول الله ما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء، وردة جميلة لكن نابتة في مزبلة. لا ينخدع الإنسان بالتلوين والتزويق والبريق، إنما يتفحص، يتأمل، يتريث، حتى يكون الأساس أساس متين. لأن المسألة مو مسألة إشباع نزوة عابرة، لا تتعلق القضية بالنزوات والمشتهيات، بمقدار ما تتعلق بتركيبة اجتماعية شاملة، ببناء اجتماعي عام. إذن هكذا نلاحظ أن العامل الوراثي، جينات الوراثة تتحكم في بناء الشخصية وتتحكم في سلوك الإنسان. ويقسمها علماء الوراثة على شعبتين، الوراثة الانفعالية والوراثة اللا انفعالية. الوراثة اللا انفعالية القضايا التي تتحقق أو تتقرر قهرا، يعني مثلا قوة الجسد وضعف الجسد، أكو جسد هزيل، أكو جسد عملاق، هذا تتحكم به عوامل وراثية. لون البشرة، لون الشعر، لون العينين، أكثر من هذا يقولون يؤكدون حتى الذكاء تتحكم به عوامل الوراثة، ذكي وبليد، هذا عبقري، هذا نابغة، وكو واحد لا والله غبي، هذا يتأثر بالمجتمع، لا يتأثر بالمجتمع، إنما المؤثر المباشر هو العامل الوراثي. قد أن المجتمع يؤثر بتطوير حركة الذكاء، لكن بنسبة لا تكاد أن تذكر، نسبة تكاد أن تكون معدومة ضئيلة جدا.
أما الوراثة الانفعالية فهي العلوق، النطفة، الحويمن الذي يقذفه الرجل في رحم المرأة ويتلقح، يلقح بويضة المرأة، تتكون الخلية الأولى التي يتكون منها الجنين بعد أن يمر بمراحل الخلق، مرحلة المضغة ومرحلة العلقة، ثم يتكامل هذا الجنين. يقولون أن المرأة عندما تكون النطفة في رحمها وتعلق تتأثر بالمزاج النفسي للمرأة، تتأثر بالحالة النفسية للمرأة. هل أن حالة المرأة التي تعيشها هي حالة من المرح والابتهاج والارتياح، أم أنها حالة من الوجوم والكآبة والتذمر؟ هذه كلها تنعكس على شخصية الطفل وهو جنين في بطن أمه، فيخرج إلى الوجود إما أن يكون مرح وضاحك ومستبشر، أو يكون واجم وكئيب وحزين. كل هذا تأثر بعوامل الوراثة. من خلال هذا التمهيد وهذه المقدمة نتوغل لتسليط الضوء على شخصية السيدة زينب سلام الله عليها، لنرى الروافد التي شكلت شخصيتها وما الذي تورثته عن طريق آبائها. العرب عندهم في أمثلتهم في حضارتهم يقولون أن فلان قصير النسب. شو يعني قصير النسب؟ يعني أكو واحد لما تسأله من أنت، لمن تنتمي، من هم آباؤك، من أجدادك، هذا يعني يضطر أن يذكر سلسلة من الآباء والأجداد حتى يصل إلى اسم مشهور معروف اجتماعيا، يقول أنا أنتسب لفلان المشهور المعروف. في هذا الصدد الحوراء زينب سلام الله عليها يكفي أن يقال أنها ابنة علي وكفى. يعني ما يحتاج أن تذكر سلسلة من الآباء، مو شرط إلا تقول علي ابن أبي طالب ابن عبد مناف ابن عبد المطلب ابن فلان ابن فلان، ماكو داعي لهذا. ابن هاشم، ها؟ بنت علي بن أبي طالب، بنت مفخرة الدنيا ومفخرة التاريخ، بنت فلتة الزمن. ما الذي تورثته الحوراء زينب من هذه الشخصية؟ تورثت من أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه الصبر والتجلد والفصاحة والبلاغة، كأنما جينات الوراثة أيضا تحكمت وقررت أن الحوراء زينب تكتسب عن طريق أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه الصفات وهذه الخصال. لقد كان أمير المؤمنين سلام الله عليه مضربا للمثل بالصبر والتجلد واتزان الشخصية. كلما ألحت عليه الخطوب أوسعها صبرا وجلدا، وهو الذي يخاطب أخاه عقيل ابن أبي طالب نسابة العرب يقول: ولا تحسبن ابن أبيك وإن أسلمه الناس خاشعا متضرعا، ولكني كما قال أخو بني سليم: فإن تسأليني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صليب. يعز علي أن ترى بي كآبة فيشمت عاد أو يساء حبيب. هذا الصبر الذي اكتسبته هذه المرأة صاحبة العاطفة، هذه المرأة الرقيقة، كيف تحولت وكيف تقاسمت مع أخيها سيد الأحرار وأبي الضيم، تقاسمت معه النهضة، فكان مقامها بالسبي كمقام الحسين بالسيف،
هي التي وقفت تكشف أسرار تلك الدماء التي قدمها الحسين بسخاء. فدم أرقت كأنه من جدة الآن يعطر بالفضا ويؤرب. دماء الحسين لا زالت تغلي، لا زال عبق الدم ينتشر ليعم الكرة الأرضية بأسرها، ليجعل العالم بكل قاراته يهتف باسم الحسين. لا زال الدوي ينادي لبيك يا حسين، لا زال علم الحسين يخفق، ولا زالت رايته ترفرف على كل بقعة من بقاع الدنيا. هذا الدم الطاهر الذي سخى الحسين به. أنبئك يا أبا عبد الله، أنبئك أن دما أهرقت ألوية شم، إذا ما استحر الخطب تنتشر، ولوعة في رضيع أثكلوك به، وجبهة وسم أو خنصرا بتر، قذائف قد أدالت من عروشهم، ورحت وحدك بالميدان تنتصر. اروي الخلود، فما كان الخلود سوى وثيقة وقعتها باسمك العصر. هذا هو الخلود، هذا هو المجد، هذا هو الشرف، هذه هي الكرامة، هذه هي العزة. أولئك الذين تحولوا إلى حفنة من التراب في معسكر الموتى، جر التاريخ عليهم أذيال النسيان، وإذا ذكروا يذكرون وهم مكللون باللعنات والمسبة والويل. وهذا الحسين ضريحه نوار، عكفت بعتبة بابه الزوار. هذه الجموع، هذه الملايين، هذا الزحف الذي لا ينتهي ولن ينتهي إلى يوم القيامة. تقاسمت زينب مع أخيها أبي عبد الله منذ أن أنهى الحسين مرحلته، وأنهى الحسين رسالته، وأنهى الحسين دوره يوم العاشر من المحرم، ليبتدئ وينتقل الدور إلى شقيقته بالكفاح، إلى الحوراء زينب، لترفع هذا اللواء بكل صبر بكل اتزان، لتحمل هذه الراية وتقتحم قاعات قصر الخضراء، وتخاطب الطاغية المترنح: كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند، جمعك إلا بدد، أيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك. أنت حقير البعيد، أستصغر قدرك، أستعظم تقريعك، أستكبر توبيخك، لكن العيون عبرها والصدور حرة. أي منطق هذا؟ أي بلاغة هذه تتحدث بها زينب؟ من يستطيع أن يقوم بهذا العبء وبهذه المسؤولية سوى زينب؟ إذن هذا المصدر الأول من مصادر الوراثة هو أبوها أمير المؤمنين سلام الله عليه بصبره وجلده وفصاحته وبلاغته. المصدر الثاني ما هو؟ المصدر الثاني هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذكره الشرف والصلوات. عن طريق الصديقة الزهراء، عن طريق أمها فاطمة. وطبعا حصل نزاع بالتاريخ بخصوص هذه المسألة، أن الحسن والحسين وزينب أبناء الزهراء مو أبناء رسول الله. يعني حاولوا أن يخلون حواجز بين النبي وبين الحسن والحسين وزينب أبناء فاطمة الزهراء. ما هي الدوافع؟ الدوافع دوافع جاهلية، الفكر فكر جاهلي.
يركزون أن زينب والحسن والحسين أبناء فاطمة، يعني أبناء بنت النبي مو أبناء النبي. السبب في هذا ما هو؟ العرب بالجاهلية البنت ما كانوا يعطوها ميراث. يقول شاعرهم: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. يعني هاي البنت تروح تتزوج واحد أجنبي واحد بعيد، وأنا ممتلكاتي وأموالي تتقرر بالميراث أشيلها أعطيها للإنسان الأجنبي على اليمن، فيحرمون البنت من الميراث، ما يعطوها ميراث. هاي النظرية الجاهلية. هؤلاء يقولون أن الحسن والحسين وزينب أبناء بنت أبناء فاطمة لحرمانهم من ميراث النبي، وهم يتورثون النبي. تلاحظ المسألة إلى أين تنتهي؟ وحركوا وسائل إعلامهم. وسائل الإعلام اليوم تتمثل بصحافة، بتلفزة، بوسائل التواصل الاجتماعي. وسائل الإعلام يومئذ كان يمثلها الشاعر. حركوا شعراءهم المرتزقة اللي يبيعون ويشترون بالدين وبالتاريخ وبالأمة وبالكرامة. إجا واحد من عندهم قال: ونحن ورثنا ثياب النبي، فكم تجذبون بأهدابها، لكم رحم يا بني بنته، ولكن بنو العم أولى بها. قتلنا أمية في غابها، فنحن أحق بأسلابها. اللي تصدى صفي الدين الحلي ورد على هذا الشاعر، قال: ألا قل لشر عبيد الإله وطاغي قريش وكذابها، وباغي العناد وباغي العباد وهاج الكرام ومغتابها، أأنت تفاخر آل النبي وتجحدها فخر أحسابها، بكم باهل المصطفى أم بهم بطهر النفوس وألبابها، أعنكم نف الرجس أم عنهم فرد العداة بأوصابها، وقولك نحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها، فعندك لا تورث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها، فناقضت نفسك في الحالتين ولم تعرف الشهد من صابها، وقولك أنتم بنو بنته دوننا، ولكن بنو العم أولى بها، بنو العم أيضا بنو بنته وذلك أدنى لأحسابها، أجدك يرضى بما قلته وما كان يوما بمرتابها، وكان بصفين من حزبهم لحرب الطغاة وأحزابها. رد عليه بقصيدة رائعة تتجاوز هذه الأبيات. يقول الشعبي من المعاصرين للحجاج ابن يوسف الثقفي، يقول: في يوم عيد الأضحى حضرت في مجلس الحجاج الثقفي، قال لي: ما هذا اليوم؟ قلت له: اليوم عيد، اليوم عيد الأضحى. قال: بما يتقرب الناس إلى الله في مثل هذا اليوم؟ قلت: يتقربون إلى الله في مثل هذا اليوم بالأضاحي، يذبحون الكباش الخراف يذبحوها يتقربون بدمها إلى الله. قال: ما رأيك أن نتقرب إلى الله بذبح رجل يقول أن الحسن والحسين ولد رسول الله؟ يعني هاي جريمة. يقول: ذولا أبناء النبي، هاي جريمة، نذبح لهذا الإنسان. وأعطى إشارة للجلاوزة، ذهب الجلاوزة ورجعوا وهم يحملون سلاسل الحديد بين أيديهم. يقول: دققت النظر في تلك السلاسل والأغلال، وإذا بشيخ طاعن بالسن هزيل البنية كان مصفد بتلك الأغلال. نظرت إليه وإذا به يحيى ابن يعمر، عالم من علماء الشيعة في زمن الحجاج. وقفوا أمام الحجاج، قال له: يحيى؟ قال: بلى. قال: إيهن، هل لا تزال على ضلالك القديم تقول أن الحسن والحسين ولد رسول الله؟ أنت بعدك ضال.
ظال مضل تزعم تدعي أن الحسن والحسين أبناء النبي. يقول قلت له أصلحك الله، لست أنا المدعي، أي مو دعوة، لست أنا القائل. قال إذن من القائل؟ قال الله هو القائل. قال كيف ويحك؟ قال الله في القرآن هو الذي يثبت أن الحسن والحسين ولد رسول الله. قال هات دليلك من القرآن وإلا تضرب عنقك. وإذا عندك دليل لا تجيب لآية المباهلة، مو تروح تركض تقول القرآن يقول قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وجيب لي هذا الدليل، يعني هاي محاصرة، هاي تعجيز. احنا نمتلك المنطق ونمتلك الحجة والدليل، لكن السيف يا أخي على الرؤوس، ماذا نفعل؟ وهذا الشاعر المصري المعروف أحمد شوقي يقول وأنت إذا ما ذكرت الحسين تصاممت أفتعل الصمم. أنا مو أصم مو أطرش، لكن أفتعل الصمم. شنو السبب؟ وأنت إذا ما ذكرت الحسين تصاممت لا جاهلا موضعه، أحب الحسين ولكنني لساني عليه وسيفي معه، لساني عليه وقلبي معه، حبست لساني عن مدحه حذار أمية أن تقطعه. قطع الألسن، سمل الأعين، البطش، الإبادة، هذا السلوك اللي سلكوه في التعامل. قال له يا أخي ما لازم، خلص أنت ما تريد آية المباهلة، أنا أجيب لك دليل آخر من القرآن غير آية المباهلة. قال هات دليلك. قال أوليس القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن ذريته داود وسليمان وفلان 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 وعيسى، يعدد مجموعة سلسلة من الأنبياء حتى يقول عيسى. من ذريته، الضمير عليه من يعود؟ يعود على نبي الله إبراهيم. يقول عيسى من ذرية إبراهيم الخليل. كيف أصبح عيسى من ذرية إبراهيم مع العلم أن عيسى ولد بدون أب؟ عيسى ما عنده أب. فأجاب الحجاج بغباء، قال أصبح من ذرية إبراهيم الخليل عن طريق أمه مريم. قال عجيب، أصبح اعتبره القرآن من ذريته عن طريق أمه مريم، مع العلم أن بين عيسى وبين إبراهيم الخليل أظهر متعددة، وليس بين الحسن والحسين ورسول الله إلا واسطة واحدة وهي فاطمة الزهراء. فكيف لا يكون الحسن والحسين أبناء النبي؟ الحجاج فوجئ وتنبه ورفع رأسه، قال والله ما ظننتك تأتيني بمثل هذا الدليل يا غلام، ادفع إليه 10,000 على رغم أنفي. دفعوا له 10,000، جابها اجل ساحة المسجد يوزعها على المحتاجين والفقراء، وهو يقول وهذا أيضا من بركات الحسن والحسين. أبارك لكم هذه المناسبة السعيدة الميمونة السارة، ميلاد بطلة الطف السيدة زينب التي ولدت في مبادئ السنة الرابعة من الهجرة، ونشأت في ظلال أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان في أمها فاطمة ورعاية أخويها الحسن والحسين. لا عذب الله أمي، لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي، حب الوصي وغذتني في اللبن، وكان لي والد يهوى
أبا حسن فصرت من ذي وذاه أبا حسن. أهل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر أسماء درجات، وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وقام ما قام قواما بلا ضجر وصام ما صام صواما بلا ملل وحج ما حج من فرض ومن سنن وطاف ما طاف حاف غير منتعل وغاص في البحر وطار في الجو لا يدنو إلى أحد وغاص في البحر مأمونا من البلل يكسو اليتامى من الديباج كلهم ويطعم الجائعين البر بالعسل. ما كان ذلك يوم الحشر ينفع إلا بحب أمير المؤمنين علي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتب علينا وارزقنا حسن العاقبة. الممات على ولاية أمير المؤمنين البراءة من أعدائه. من على مرضانا بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين. تقبل عمل المؤسسين بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع. بالنسبة إلى المجلس، إهداء ثواب هذا المجلس إلى روح المرحومة هاجر عبد الله السبع إلى روحها وأرواح المؤمنين والمؤمنات. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. من صاحت يا حيدر والكسور بيها ها من صاحت يا حيدر والكسور بيها يشاهدها علي ويسمع بواجيها صاحت يا حامي تخيله صوت وقلب مجموع